سنوات والمشاريع كلها راحت وما حال العراق حاله حال الضير. زين باعوا مليارات الدولارات مباقت ولا باع العراق اليوم يبكي له على رعايه وعلى الفن وعلى شغل وعلى مصاعب. زين كنا نتامل من مجلس النواب انه يناقش سعر صرف الدولار، ينزلون الزيت اللي بكتل العالم بطل زيت ما نقدر نشتري بثلاثه ونص، يناقشون يوزعون حصه تموينيه للعالم، مجلس الحراميه والباقيين والفازين يناقشون يوفرون علاج بالمستشفى، يوفرون يحاسبون وزراء التربيه على المدارس الطينيه ورحلات ماكو وكتب ماكو قاعده تنباع، يسوون سكن للعالم، والله يناقشون خدمه الزاميه، زين هم اكو واحد خادم من عندهم؟ اكو واحد لابس عسكريه؟ اكو واحد طالع رفعه العلم؟ كلهم فراريه وهاربين وجوي يناقشوا لك خدمه العلم، هم خادمين عسكريه يعرفون، زين انا اريد اقول لهم، هسه اتحدى اي واحد منهم عنده دفتر خدمه عسكريه. نزل ما صلح باكوف نيس، وين راي الامام انه الان وقف اطلاق النار. كلكم خونة وكنتوا تحاربون ضد الجيش العراقي ودمرتوا الجيش العراقي واخذتوا ترى اخذتوا رواتب، انتم ما كنتوا تجاهدون، كنتوا مرتزقه برا، لان ليش اجيتوا اخذتوا رواتب على جهادكم ضد العراق وضد ضد الشعب العراقي.